بتبني اكنها سلالم، كل سلم بيطلعك لسلم اللي فوقها. ربنا ادانا قدرات على المخلوقات، على حاجات كتير جدا، لان التحديات بتديك قوه اكتر، وعندك رهبه وعندك اهدافك. عارف ان صحتك دي مسؤوليتك انت، مش مسؤوليه حد، مش حد هو اللي هيوكلك، مش حد هو اللي هيحركك، انت لازم تتحرك، انت لازم تاخد بالك ان التدخين يعني خطر جدا في الدنيا وفي الاخره. لازم تعرف ان دي عاده من اسوأ العادات اللي اخترعها الانسان لنفسه، هي عاده التدخين، وبتشوفها موجوده في كل حته. فانت ابدا بنفسك وبعدين علم الاخرين. انا كنت سعيد جدا في جامعه من ضمن الجامعات في البلاد العربيه، واحد بلد من البلاد العربيه، الطلبه جولي يا دكتور ممكن تكلمنا عن التدخين. كنت سعيد جدا، كان في حوالي 1000 طالب وطالبه. في اليوم ده قعدت معاهم حوالي 3 ساعات، 80% منهم بطلوا فعلا التدخين، وجولي قالوا لي احنا هنعلم ال 20% اللي ناقصين. يعني عدد بالنسبه لنسبه رائعه. بفكر ان انا بيفكروا ازاي يكونوا ناجحين في حياتهم، فعشان تكون ناجح في حياتك نظف السلبيات دي اللي مالهاش لازمه، لان مش هتخدمك في حاجه، بالعكس هتبوظ لك صحتك، بتبعدك عن الله سبحانه وتعالى، بتخليك تاثر على صحه الناس اللي حواليك. فلو عاوز تنجح فعلا خليك ملتزم للناس اللي عندك، خليك ملتزم للناس اللي حواليك. عارفين في وقت من الاوقات كان في زي مسابقه كانت موجوده في مونتريال في كندا، لان الحكومه الكنديه بتعمل حوالي 7 ايام او 10 ايام بيسموها اسبوع بيساعد الناس لعدم التدخين. فهم نفسهم كانوا بيشوفوا المختصين في الحاجات دي كلها. انا كنت لسه جاي من بره فما اعرفش، فقولي في عايزينك تساعد لنا حد معين. لما قال لي عاوزينك تساعد قلت اشوف بايه. جابوا لي واحد راجل عنده حاجه و70 سنه، الراجل ده اسمه جورج لوكاس، هو كندي الجزء الانجليزي مش الفرنساوي. لما جابوا لي جورج لوكاس من اول 5 دقائق قعد معايا قال لي شوف انا جربت التنويم بالإيحاء، جربت الباتش، جربت الحبوب، جربت الحقن، جربت الحقن الصينيه، جربت كل حاجه، ما فيش حاجه نفعت. طب قال لي كده، فلما يقول لي كل ده اي حد عايز ما يكون بيهبط عزيمتك. فانا قلت له قول لي انت عندك كم سنه؟ فقلت له اعتقد ان كان عنده 78 سنه. قلت له بتشتغل؟ قال لي لا. قلت له بتعمل ايه في حياتك؟ قال لي ولا حاجه، بدخن. فكان هو ده التحدي، انا ما بعملش حاجه طول النهار بدخن وعايزينه خليه يبطل التدخين. قلت له طيب قول لي بتعمل ايه من اول ما تقوم من النوم لغايه ما تنام؟ قال لي ولا حاجه، يعني حياتي كلها حوالين التدخين والكمبيوتر والانترنت والتشات، يقعد يعاكس البنات، راجل عيل انت عارف. المهم لما جينا بقينا نتكلم قلت له اسمع دخن خد راحتك، بس قول لي انا عارف انت حكيت لي وقلت لي ان عندك بيت صغير فيه جنينه. قال لي فيه. قلت له ممكن تتمشى في الجنينه بتاعتك كل يوم ولو 2 3 دقائق عشان بس تشم هوا نظيف، لان الرئه بتاعتك ما عندكش فكره عنها. قال لي انا عارف وكشفت قبل كده. طيب دخل هوا نظيف، ممكن تعمل كده وده بيتك، اكنك بتمشي من سريرك للتواليت، ممكن تمشي نفس المسافه والعكس في الجنينه. قال لي ممكن. قلت له خلاص توعدني؟ قال لي اوعدك. فبدا يعملها عشان بسيطه بالنسبه له، بدا يزود. انا سبت له التركيز على ايه؟ لان هو مركز على التدخين وكلهم مركزين على التدخين، بيحاولوا يخلوه يمنع نفسه من حاجه مش قادر يمنع نفسه. بقى له سنين بيدخل 4 علب سجاير في اليوم من لما كان عنده 14 سنه مش قادر يبطل. فانا قلت له خلاص دخن، فحس ان مفيش مقاومه هنا، بس بدات اديله نشاطات ما كانتش عنده قبل كده. قلت له ابدا امشي كل يوم ولو 5 دقائق، اتنفس في المكان ده ولو 5 دقائق. وبعدين سالته كنت عاوز احصره، قلت له مراتك لسه عايشه؟ قال لي عايشه. قلت له انت عارف وانت بتدخن قدامها ممكن تموتها؟ فاتخض لان هي الوحيده اللي فضلاله في الدنيا. قال لي طب يعني عايزني اعمل ايه؟ قلت له دخن في مكان واحد بس في البيت. قال لي طيب فوت الكمبيوتر. عظيم. دخن بس هناك، بقيه البيت ما دخنت هناك. بتدخن في سيارتك؟ قال لي اه. قلت له ممكن ما تدخنش في سيارتك وعايزك تعمل حاجه بنسميها تنظيف الواقع. يعني تنظيف المحيط الواقع ازاي؟ انك عارف لو نظفت حاجه في بيتك مش عايز توسخها في وقتها، لو نظفت سيارتك مش عايز توسخها في وقتها، فبتخليه ينظف ذهنه. فقلت له روح نظف سيارتك من جوه ومن بره، خد كده ورد واشتريه وارجع البيت وخد الشريط ده اسمعه او سيدي اسمعه وانت في سيارتك. حاجات في التنميه البشريه بدا يسمع. قلت له بس بشرط افتح الشبيك ما دخلش في سيارتك، لما تروح البيت دخل في المكان ده بس. قال لي انا ممكن اعمل كده، دي بسيطه. استمرينا على كده، بدأت اديله نشاطات بسيطة زودت له تقديره الذاتي، خليته يحس فيه معنى لحياته غير التدخين. جالي بعدها بحوالي 2 شهر وقال لي يا دكتور تعرف أنا نزلت من 4 علب ل3 علب بس بدخل. قلت له مش مهم، ده ممتاز، ده تقدم، ده روعة، ده يعني استمر، أنت استمر على كده. بس أنا ما يمنيش تدخن ولا ما تدخنش، بس أنت بدأت تمشي أكتر. قال لي فعلا بدأت أمشي كل يوم 10 دقائق وهكمل أكتر وأكتر وأكتر. انا كان عندي لفه كبيره اخذت مني حوالي 4 اشهر بره كندا، ولما رجعت تاني كلمني جورج لوكاس وقال لي على فكره يا دكتور انا بطلت التدخين. قلت له انت ما بطلتش تدخين، مفيش بيبي نزل مدخن،
ما فيش بيبي اول ما نزل قال لهم شوفوا يا جماعه انتوا تعبتونا في الحمل، شوفوا لنا سجاره في حته، ما فيش. احنا علمناه التدخين، علمناه يدخن، فطالما اتعلمت ممكن تتعلم ما تعملهاش. فدلوقتي 14 سنه ما انتش مدخن، انت دلوقتي رحت للدنيا تقول لها صباح الفل يا دنيا، الوقت حان ان انا اعيش بطريقه صحيه.